عن أبي بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يلبس قميصا مقلوبا. شو القميص؟ يعني زي الدشداشة مقلوبا. شو يعني مقلوبا؟ يعني اللي في الداخل في الخارج، واللي في الخارج في الداخل. ويقول: الناس مجانين يجعلون الخشن مقابل جلودهم. يعني في ذلك الوقت كان الواحد منهم في أعرافهم أنه الخشن يلي الجلد فيدفئ الإنسان. إحنا في هذا الزمان دير بالك إحنا منطبق كلام الأعمش، لأنه الناعم شو ماله؟ هو الذي يلي جلودنا. فهو لكنه خالف أعراف الناس، ومخالفة أعراف الناس من قبل العالم تدل على ماذا؟ مخالفة أعراف الناس من قبل العالم، مش من أي واحد، ها، تدل على ماذا؟ على جهلهم، على جهلهم، على عدم التقليد، على تدل على إمامته، على إمامته. دائما العالم كيف يصبح إماما؟ هو عالم مثل غيره، كلهم علماء، لكن هذا العالم تميز عن غيره بأشياء خالف فيها أعراف الناس. يعني المشتهر عندنا كان في الأردن أن صلاة العيد تصلى في المساجد، فعندما جاء شيخنا الألباني خالف أعراف البلد بإقامة سنة صلاة العيد في المصلى، وحورب، حتى أن أحدهم مما كان موجودا، وهذا الكلام كأنه في الثمانين، احنا كنا أطفال عمري 6 سنين، أنا 74. فقال: بعدما نظفنا المصلى رجعنا فوجدنا من المصلين من رمى القمامة في هذا المكان، شو بتكون تجيبوا لنا دين جديد؟ قال: فنظفناه مرة أخرى وصلينا، ثم بعد ذلك اقتنع الناس أنها سنة وبدأوا يستجيبون، حتى استجابت وزارة الأوقاف مشكورة فجعلت صلاة العيد في المصليات. هذا تدل على ماذا؟ على إمامة، أنه جاء بشيء ماذا؟ يخالف الأعراف والشيء المشتهر بين الناس. وهكذا في أمثلة كثيرة امتاز بها شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأيضا شيخنا الألباني كان دائما يردد عبارة في العادات، من يعرفها؟ ذكرناها سابقا. من يذكرنا بعبارة الألباني في العادات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استنى شو والله لو سمحت أخي، الله يرضى عليك، زلمة كبيرة أنا. كان يقول شيخنا الألباني: خير عادة ألا تكون لك عادة، خير عادة ألا تكون لك عادة. كيف؟ يعني لا تعود نفسك على شيء معين تبقى عليه طول السنين، لأنه هذا بجوز يكون غلط أنت مش مكتشف، لكن مع طول المدة بيصير مألوف في حياتك فتعتبره صوابا حتى لو تبين لك أنه خطأ. فكان الشيخ الألباني دائما يحاول يجيب إشي جديد. يعني بدخل على المطعم، أهلا وسهلا بالشيخ الألباني، إحنا بنعرف طلبك، أنت بتوكل مثلا سلطة، سلطة خضراء. قالوا: لا، اليوم سلطة بطحنية. قالوا: كيف ما عادتك؟ قالوا: لا، خير عادة ألا تكون لك عادة، أنا ما إلي عادة. بتوكل رز بسمتي؟ لا، بدي رز مصري. بتوكل كل مرة الشيخ الألباني شو ماله؟ لا يجعل لنفسه عادة حتى في الأمور الدنيوية. وهذا حقيقة مهم جدا لمن أراد أن يكون إماما في دين الله، لأنه من أكبر أسباب الأخطاء بين الناس وانتشارها ماذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. المألوف